بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا من جديد في حلقة جديدة معي في جيمر هاوس من FTB. أعتذر اعتذار شديد جدا جدا عن التأخير، أدري طولت الغيبة وآسف جدا، بس إنه تعرف بس عشان أكون واضح، يعني القناة هذه أنا سويتها يعني عشان أسويها، يعني شلون أنا أسوي حلقات في وقت اللي أكون فيه فاضي. للأسف انشغلت مرة مرة، حاولت بس اني ما قدرت شو اسمه اني اسجل، يعني كان لازم اضيع اشياء كثير عشان اسجل، فاعتذر اعتذار شديد. يعني انا صدقوني احاول قد ما اقدر اني اقلل من هذه التقطيعات، و يعني ان شاء الله اني بحاول قد ما اقدر ان يعني تكون قليلة اذا كانت تصير يعني. طيب، وللأسف بعد حصل شيء ثاني سيء جدا. طبعا سويت مايننج حليو، للأسف لقيت دايموند وسجلت حلقة وخربت. بوريكم بالضبط وش سويت في ذيك الحلقة. ها ها ها، سويت هذا، صلحت ذي الغرفة، يعني شكلها حليو مو بمرة. وش فايدتها؟ طبعا كانت الفكرة اني اقلل من استخدام البيت في هذه الاشياء، بس ان طلعت مو بمفيدة مرة. خليني بشرح لكم بالضبط وش اسوي في هذه الاشياء. اول شيء اخذ الويت، شلون تكتب الويت زي ما تشوفون، ايه هنا في الوصفات، هذه الوصفة اصلح لي بلانت بول بثمانية، ثمين بعد البلانت بول احطها في الكمبريسر يطلع لي كومبرست بلانتس، الكومبرست بلانتس احطها مع سيل امتي سيل يطلع لي بايو سيل، البايو سيل احطها في الاكستراكتر يطلع لي بايو فيول، بايو فيول احطها مع الفيول كان، شو الرسبي حقتها يعني تن سهل مرة، احطها مع الفيول كان في الكانينج ماشين. شلون تصلحون الكانينج ماشين؟ في الكانينج ماشين تشوفون تن في ماشين بلوك والكترونيك سيركت، اقدر اصلح على طريقها. اوريكم فيول كان، وين الفيول كان؟ ايه رامي يطلع لي، غير المفروض يطلع لي كم اقدر اطلع منها من ايو، ظهر ستة منها احطهم هنا تشوفون قاعد يعبيها. خلينا نستنى لما تعبه. والشيء الثاني اللي سويته للأسف، يعني كان ودي مرة اني اوريكم بس اني سويتها الموسم الماضي، الكوري. خلينا بعيد شلون يتسوى الكوري. الكوري زي ما تشوفون يحتاج دايموند بيكاكس جديد لازم، يعني ثلاثة دايموند، اثنين دايموند جيرز، اثنين جولد جيرز، ثلاثة ايرون. غالي مرة مرة مرة، يعني أنا استخدمت الآن هذه تحتاج كل واحدة تحتاج أربعة غير الجولد، يعني احتجت استخدم أربعة وأربعة لثمانية و11 دايموند، 11 دايموند وأربعة جولد جيرز، ثنتين هنا وثنتين هنا، يعني استخدمت 16 جولد وأيرون. عاد أنت احسب، يعني مشوار أكمل حساب. الكوري للأسف ما أقدر أستخدم الحين لأنه ما عندي سورتينج سيستم. وسويت وينه انرجي تسراكت، الانرجي تسراكت وظيفته انه ينقل الطاقة، حطيت واحد هنا ما ادري اللي كانكم لاحظتوا هذا الشيء، حطيته هنا الانرجي تسراكت، فايدته انه ينقل الطاقة من هنا لهنا. لو ادخل عليه تشوفون سميته هوم مين باور. لو احط انرجي تسراكت احط الثاني هنا مثلا واحط جنبه جهاز واشبكه بواحد ينقل الطاقة، بس مشكلته انه في خسارة 25%، اتذكرنا كانت 25% شيء زي كذا، فيعني مو بعملي مرة مرة مرة، بس انه يجي منه يعني مو بشين. طيب انا بحتاج هنا باكيت، انتي باكيت، لانه المفروض اني ما سويته. يلا ما عليه، خليني اوريكم وش صار على الكانينج ماشين.
شوف انت عبت بالكامل اسمه فيولد كان، يطلع لي احطه في الجنريتر هذا ويعطيني طاقة. لو تقرون تلقون يعطيني 26,000 ايو، بس المشكلة اني اكتشفت اني احتاج طاقة اعلى من كذا بكثير، يعني مزعج. والاشياء اللي تخليني اقدر استخدم يعني بشكل اوتوماتيكي ما بعد سويتها، واحتاج طاقة اكبر عشان اسويها. طبعا هذا بس فيجوال على قولتهم، بس تشوفه يعني صدق مو بهنا، ما تشوفون راح. اللي انا بيسوي هذه الحلقة، الطاقة ما تكفي، ما تكفي ابدا، ما توكل عيش. وبعدين اكتشفت شيء انه ما يحتاج لا فايدة يعني باختصار شديد. ليش؟ لان البومب خلاص يوصل طاقة، يوصل طاقة من هذول مباشرة. تشوفون ما عندي مشكلة، بيقعد مليان طول الوقت، لان يعني وش الفايدة اني اسوي ذيك الحركة؟ ما ادري. يمكن انقل انرجي تسراكت هنا، اي خلينا ننقله، نوريكم شلون نستخدمه. بعد حطه هنا مين باور، حط له صح تو، تصير علامة زي كذا، وبقول له سند اونلي. وشلون اسوي التسراكت هذا؟ اول شيء بحتاج اسوي تسراكت فريم، تسراكت فريم دايموند هاردن جلاس وتن، يعني مو بغالي مرة، من اغلى شيء فيه طبعا الدايموند. ومن التسراكت فريم اعبيه بمولتن مولتن اندر، مولتن اندر يجي من الاندر، اندر بيرل يعني حقة الاندرمان هذه، تحطها في ال شو اسمه، نسيت شو اسمه، الحين اوريكم اياه. بعدين يطلع لي هذا ان اتيند تسراكت، من الان اتيند اقدر اطلع انرجي تسراكت، ليكويد تسراكت، ايتم تسراكت. هذا شيء في الباور سوت، يمكن ادخل فيها بعدين بس ماني متاكد. الانرجي تسراكت اللي هو ينقل الطاقة، الليكويد تسراكت ينقل السوائل، ايتم تسراكت ينقل المواد. يعني سهل حتى الان. والفيول قاعد يطلع بكمية حلوة حتى الان، بس انك شفت اربعة ما يكفي ابدا ابدا. ما قلت لك قبل شوي ما يوكل عيش. ما نحط وين اي هذي، فأبجمع الاشياء اللي احتاجها عشان اقدر اكثر عدد ال combustion engines. يمكن استخدم 12 شي زي كذا بست اب حلو مرة، اكتشفته جميل يعني عجبني بشكل ما تتصورون. سويت مايننج قلت لكم اتوقع، نشوف خلاص ما بطفيهم اصلا، كلش بطفي وقفه. لازم اوسع المكان بعد عشان اسوي هذا البلد، بحتاج اخرب المكان مرة مرة. يعني تقريبا نفس البلد اللي قبله، حق اللي وريتكم اياه قبل شوي، بس افضل. وبما ان عندي الادفانسد جيت باك هذا يخلي الشغل اسهل بكثير بشكل ما تتصورون. ناخذ الكوبلستون، نجهز المنطقة وارجع لكم. طيب رجعت من جديد، ناخذ الليكويد اكت. قال اكيد اكيد بسوي اكثر من كذا، يعني ما فيها كلام. اول شيء احتاج اسويه باخذ التانك وبحطه هنا، هذا يعني خطوة مهمة جدا جدا اني ابدأ اسوي تانك. طبعا ما راح يكون التانك هنا نهائيا، واحط اثنين من كل جهة. ليش طيب اسوي زي كذا؟ وليش حطيت اثنتين هذولي والحوسة هذي؟ الحين تعرفون ليش. بعدين باخذ الباكت هذا، بعدين نعدل هذولي كذا بهذا الشكل، و ليفر هذا باخذه.
طيب معليش، فضى شحن سماعتي فاحتجت اني اشبكها من جديد. اسمع علينا، هذا لازم احطه كذا وناخذ الليبر حطه بسرعة مرة، اسرع ما تقدر. لا ما يفرق يعني، عشان ما يخلص الباكت علي. وهنا نفس الشيء. طيب ليش سويت هذه الحركة؟ للي ما يعرفون، في اكثر شيء يعجبني انا في الليكوداكت، اذا كان في اي نوع من السوائل لو احط ليكوداكت ثاني جنبه ما يشبكون في بعض، فهذا شيء يخليك تقدر تسوي يعني بيلد مجمع بشكل رهيب. فانا وش بيسوي؟ بحط، احتاج اوسع المكان شوي، بحط لكودكت هنا بهذا الشكل. ليش؟ خلينا بس اكمل عليها كلها عشان بعدين بدينا اطير اوريكم بالضبط ليش اسوي هذه الحركة. اوه احتاج اسوي زيادة. قبل ما اسوي زيادة، انا وش ابي اسوي؟ ابي احط هنا كومبستشن انجن، وهنا كومبستشن انجن، وهنا كومبستشن انجن، ومن هنا بينزل. خلينا اجيب ليكودكت زيادة، احتاج كمية اكبر بكثير ليكودكت. الظاهر ان عندي هاردن جلاس. اي عندي هاردن جلاس. خلني انام اول. طيب عندي هاردن جلاس قلنا، اي اخذته. وعندي كوبر، قلت لكم سويت مايننج فصار عندي موارد زيادة. شوف عندي جولد اخيرا. نحط هذا الكبر كله بستخدمه، ما ادري بحتاج هذه الكمية ولا لا، بس انه يعني في كل حال بحتاج، يعني مو بشيء اللي بستخدمه مرة واحدة وخلاص. طيب الآن عندي اقدر احط 12 كومبستشن انجن، بس انا عجبتني الحركة اللي سويتها أول، اللي هي أحط الأشياء في مكان واحد وتتوزع بالتساوي بينهم كلهم. فلازم أخلي هذول يعني شلون كل شوي ينقسمون بالتساوي. شلون أسوي هذه الحركة؟ الحين تعرفون وش قصدي. الحين بحط هنا واحد كلهم ينزلون حبة تحت. يعني الآن تشوفون بيصير هنا في ثلاثة. اذا جا الفيول من هنا راح يتوزع بالتساوي بينهم، لانه بيتقسم عن ثلاثة، تقاطع الثلاثة. الان الشيء اللي لازم اخليه، لازم اخلي هذول الاربعة يجيهم كمية متساوية. شلون اسوي كذا؟ لا ما يصلح كذا، مو بهذا اللي كان في بالي. لا ولا يصلح كذا، لازم انزلهم تحت زيادة. اي كان لازم نزلهم تحت زيادة. كذا هذا الان هذول الاثنين لو احط واجيب لهم سوائل من هنا راح يجون بالتساوي. وهذولي هذولي نفس الشيء. الان باقي هذا لازم يوصل له بالتساوي. ف الآن صار يوصل لهم بالتساوي. أبي أنقلها، شلون أنقلها؟ أوه يورينيوم، أي والله يورينيوم. كم أخذت؟ ظهر إني كان أصلا عندي كمية، بس متأكد. شلون أكتب أسويها؟ انا بحطها هنا. ف يعني الجيت باك يساعد. ايوه بالضبط. كذا كويس. الان رجعهم كلهم. تدرون يعني من باب القعط اخذ الوقت بعد. الان احط مو بالكوري، البامب.
احط البومب هنا. لا اللي اكتشفت هذا الشيء، لا تخلونهم زي كذا، لانك اذا خليته زي كذا لازم تعطيه ريدستون سيجنال. كذا يصير كانه بايب عادي، كذا يصير كانه ودن بايب. يعني هذه اكتشفت هذا الشيء عقب، يعني اتوقع انه زي كذا ممكن يكون غلط علي، يعني مو باكيد هذا الكلام. واحتاج باكيت ثاني عشان بدي اصلح انفينيتي سورس، واحط التانك هذا هنا نفس اللي كنت مسويه اول، و اجيب الليفر وش بعد ايش ناقص، اوسع لها مكان وبصلح كومبشن انجن زيادة، و يعني بعبي مويه، بسوي 5 في 5 سورس زي اللي سويت المرة الماضية وبرجع لكم. طيب جيت من جديد وصلحت 8 زيادة كومبشن انجنز، اوريكم شلون السيت اب الاساسية حقتي بتصير. اول شي اصلا ننظف شوي. زي ما كنت اقول، بحط هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد، كذا قريب مرة. تصدقون المفروض اني جايب بديت في الريد، شو اسمه، ريد باور. الحين ما عندي اصلح، ما عندي اصلح ريد الوي واير، المفروض اني بديت فيه من زمان. شكلي لازم اصير استخدم ريد ستون، بس ريد ستون مشوار ولازم اسوي ريبيتر. طبعا الحين اللي اعرف ما يدرون او لا تدرون، بحط تورتش من بعد بالمكان كذا، لان ما له داعي يطلع لك زومبي ولا شيء. هنا في حركة، خلينا نشوف اتأكد شلون ندخل عليها. هنا هي كنترولز، اسوي فريزة، ايوه هذا هو F7. هنا ضغطت F7، المفروض لو اطفي هذا واطفي هذا، تشوفون الاكسات هذه، هذه الاكسات الاماكن اللي ممكن يصير سبون موبس. فحلوة هذه الحركة مرة. اوه في عندي والله مناطق خطيرة شوي. شو اتأكد امشي اللي لا منطقة انا الحين يمكن اخرب السيستم. اي لا ما عندي مشكلة، هذه اكيد كل المنطقة ممكن يصير فيها سبون الموبس. هاي ثغرة في تقدر يطلع اكثر من واحد. وينها؟ لا واحدة طلعت، كل ثنتين بس طلع واحد. يلا فحركة حلوة. طبعا ما مخليها شغال طول الوقت. وش كنت بسوي انا؟ ايه بجيب ريدستون عشان اقدر اشغلهم كلهم مرة واحدة، مع ان اتوقع الريدستون ما راح يكفي. شكلي بخليها ريدستون تورتش، ايه بخليها كلها ريدستون تورتش. كذا كذا نشوف شلون اقدر اضبطها. انا تقريبا يعني دمنا في فيول ابغى يصير شغال حتى الان، يعني يمكن بعدين اغير رأي يصير سيستم غير، بس حتى الان دمنا في فيول ابغى يشتغل. باقي هذول يشغلهم وهذولي هذول. الآن المفروض كلهم يشتغلون، يعني حتى نقدر نحسبها عندنا 12 وكم ريدستون تورش، 1 2 3 4 6، يعني تقريبا ضبطنا العدد. سوي الحركة ذيك ثانية.
يمكن انظفها، يمكن اخليها زي كذا، يعني مو بشين شكلها. طيب والان وش اسوي؟ سلام سلام، ضار اكيد لازم زيادة، بسوي زيادة اح، كل منطقتي كانت خطيرة. صراحة تفاجأت. طيب عندي، لا ما عندي. ايوه حطيت البورتبل تانك، ما وريتكم هذا الشيء اكيد. بورتبل تانك وين؟ اي هذا هو البورتبل تانك، تن هاردن جلاس يعطيك هذا البورتبل تانك. وش فايدة البورتبل تانك؟ التانك العادي يشيل 16، هذا يشيل 8، واقدر اشيلها في اي وقت ابي. شو انا اسوي لي مولتن ريدستون يعني معبيه، عشان كنت بفضل ليكويد تسراكت، ف عشان اصير اقدر استخدم ازرق، معناتها بس يدخل جواه سوائل، احمر يطلع سوائل. وهذا نقول له نبيك تصير تاخذ من فوق، ايه كذا كفو. وبسوي له ريدستون انرجي كاندوت وبرجع لكم. طيب رجعت من جديد، سويت ريدستون انرجي كاندوت. لو ما كفت هذه الكمية بتوهق، لان كل الليد اللي عندي خلص، خلص مرة 100%، فقول ان شاء الله يكفي. يا رجل على الطرف، لازم انا اكسر كم شيء عشان يمديني اشغلها، انا مرة ما بقى معي ولا حبة ليد. فا وش اسوي؟ ممكن انا كم بحتاج حبة؟ واحد اثنين بحتاج. اول شيء ممكن اقدر اسويه، الظاهر هذي بتوفر لي اثنين بالضبط. ايوه ايه توفر لي اثنين كذا، وهذي ايه كلش انبوت كويس. المفروض الان كلش يتقسم بالتساوي زي التخطيط. وينها؟ كلهم يشتغلون كفو والله. الماكسيموم بخليه 50، سبب يعني عندي سبب بخليه 50. الحين ما عندي مشكلة، بخليه اخلي كذا يزيد شوي. طبعا اللي ما يعرفون، واحد الظاهر اني قلته في الحلقة الماضية بس انا حتى بقوله مرة ثانية، باكيت واحد يعبي الانرجي سيل هذا. جربتها حتى عشان اتأكد، ما اول شيء ما صدقت انا، بس انه بعدين تأكدت. من اول قلت لكم عشان من الحسبة هذه ان 6 MJ زي ما تشوفون في السطر الثاني، و بير تك، وعندنا 100,000 تك، فيطلع لك 600,000، وهذا تخزينه 600,000. بس في البداية ما صدقت صراحة، حسيت انها قوية، بس طلع والله صدق، فشي كويس مرة. واو وينه؟ جاي بقول انا لازم ادخل هذا، مرة جاي بقول قبل شوي انه لازم انتبه ما اعطيهم رايت كليك بهذا الشيء. شوف ننزل ممكن نطاح هنا. لازم اسوي كومبستشن انجن ثاني، لا بسوي واحد ثاني بس مو بالحين. خلي هذي يشتغلون فترة كذا، ثمين اصبر شوي ديني اشوفه. لا ما يمديني اشوفه، كنت قاعد ادور عليه قبل شوي، يمكن
خيازر في الانفنتري. طيب انقطع التسجيل، ما ادري متى بالضبط. الفكرة يعني وضحت صورة هذا، كنت احاول، توقعت ان هذه تشتغل اللينكينج بوكس، كنت قاعد اشرح وش سالفتها بس طلعت ما تشتغل، ف بشرح لكم وش تسوي. يعني بما اني سويتها، تقدر تسوي بوين اللي ظهرنا لازم في عوالم مختلفة، ما اتوقع انك تقدر تسوي في نفس العالم. يعني لو طبيت النذر اقدر اضغط على هذا اللينكينج بوك وارجع نفس المكان اللي صلحت اللينكينج بوك فيه. اتمنى تكون عجبتكم الفكرة يعني، وطريقة تصليحها سهلة مرة مرة مرة. وين البوك؟ سويت بوك ثاني. الفكرة اني اخذ بوك واحطه هنا يطلع لي اللينكينج بوك، حتى تشوفون وصفة يعني الوصفة سهلة مرة، يرجعك نفس المكان اللي سويته فيه بالضبط مرة. يعني مو بشين صار الشيست اللي اذب فيه الاشياء اللي ما استخدمها. وحط في هذا البيت، قلت انا ابي اسوي بعد تشانك لودر لهذه المنطقة، لانه بدت ترفع ضغطي اني لازم كل فترة انا اجي و يعني شلون لازم اجي اتاكد ان كل شيء يشتغل كويس ثم اروح، مزعج شوي. يعني ليش كنت ابغى انا اللينكينج بوك؟ انا كنت قاعد ادور طريقة اتنقل فيها بسرعة، عشان ابي اجيب شيء اسمه كورتز. الكورتز هذا يطلع من كورتز كريستال، بحتاج ضروري مرة في مود جديد اسمه ابلايد انرجيستكس، تو ضايفين على المود باك. انا استخدم مود باك داير وولف 20، ف يعني حلو مرة هذا ابلايد انرجيستكس، هو اللي بيحل مشكلة السورتنج وما السورتنج والانفنتوري، يعني باختصار شديد يرتب الموارد حقتي على يعني شلون، زي ما مو بزي ما يبي طبعا، يرتب لي الانفنتوري حقتي بطريقة منظمة مرة وسريعة وسهلة وعملية كل شيء مرة مرة. مشكلته الوحيدة انه غالي ويحتاج كورتس كثيرة ويحتاج طاقة، بس انه ما عندي مشكلة مع هذه الاشياء كلها، اهم شيء ينظف لي الانفنتوري حقتي. يعني انا متوهق ودايما متوهق مع الانفنتوري، ف يعني تشوف هذا زي هذه المشكلة ما انسى اقولهم ازهلها. شكلي بصلحت، بحتاج اقسم الانفنتري هذا ثنتين، دست وجيمز مثلا ولا شيء زي كذا. وش بعد؟ ايوه جاني سؤال يقول ليش شلون ما قبل فترة بسيطة، يعني ليه حتى ما ادري يبين عندكم ولا لا، التسجيل صار افضل بكثير من اول. اول شيء انا استخدم كمبيوتر ديسكتوب، طبعا اكيد كمبيوتر ديسكتوب مو بلابتوب، فديسكتوب اقوى بكثير من اللابتوب، انا اللي مركبه الحمد لله. الشيء اللي فرق معي، انا كنت متوقع انه بيفرق، شو السالفة، اللي هو شريت هارد ديسك جديد. الحين جهازي فيه هارد ديسكين، اللي يعرفون واحد اسمه اس اس دي واحد اتش دي دي، اللي عليه نظام واللي عليه ماينكرافت هارد ديسك سريع مرة مرة مرة، واللي اسجل عليه هو الهارد ديسك القديم. فالفكرة كوني اسجل على هارد ديسك ثاني معناته انه ما يأثر ابدا في السرعة، يعني ما عندي اي مشكلة في السرعة، ف يعني ساعدني مرة 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 مرة. يعني الحين المعلومية انا قاعد اسجل على 1080 فل اتش دي، فمرة مرة ساعدني بشكل خيالي. لا تنسوا اذكر الله، ترى توني شاريه، توني مستانس فيه، خلنا نتهنى فيه شوي ثم عاد خذوا راحتكم، مو بمرة يعني، خذوا راحتكم يعني شوي شوي. امزح لحد يقول ما شاء الله. ايش كنت جاي بقول؟ ايه، واتمنى تكون عجبتكم هذه الحلقة، لا تنسون لايك فيفورت في المكتب، سوي سبسكرايب، سوي سبسكرايب، ومع السلامة.